ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Teman-teman uh, yang dikasihi Allah Apa yang ada pada dunia Teringat uh, Umar radhiyallahu an uh, Umar ibn Khattab Amirul Mu'minin Dia tanya kepada Abdullah ibn Salam Dia tanya Abdullah ibn Salam Tuan Abdullah Ibn Salam pun sahabat Nabi عمر رضي الله عنه قال من هم أرباب العلم عمر رضي الله عنه تاني عبد الله بن سلام من هم أرباب العلم سبكه علماء قال أرباب العلم هم الذين يعملون بما يعلمون أهل العلم ينسبنا الذين يعملون بما يعلمون مركب عمل

Yang boleh hilangkan ilmu adalah kerakusan. Sifat pelahap. Ikhwan ni dunia ni. Dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi. Tak ada masalah. Orang yang nak cari dunia Allah boleh bagi. Walaupun dia cari dunia dengan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Hud Man kana yuridu ad-dunya wa zinataha من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أع... من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان يريد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها برشاقين حياة دنيا لان هي سن دنيا الله سبحانه وتعالى كَتَبَ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها الله لباغي ما مساله سوره هود ايه آه، لمبلس من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون كانوا دنيا nak ia dunia nak jawatan nak kepentingan nak dipuji Allah boleh bagi betul man kana yuridul hayatad dunya wazinataha nuffi ilaihim a'malahum fiha Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi dunia mudah je wahum fiha la yubkhasun ahli dunia tidak akan kurang sikit habuk daripada permintaan dan ganjaran yang mereka cari di dunia. Allah boleh bagi. Wallahi ikhwani, kalau nak gunakan ilmu untuk dunia, Allah boleh bagi. Nak jawatan, nak harta, nak dipuji, nak diberikan gelaran, nak nak orang puji. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, "Ulaik ulaik alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار طيب يدبع أبوين دي دي دنيا تبدي آخرة تعدى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أبين منانتي كان مريكا دي آخرة أدى لها أبين ركا وحبط ما صنعوا فيها أبو يمريكا لكو كان دي دنيا حبط تحبس وباطن ما كانوا يعملون طبعا أي أستروسيا أي أنبلاس تدي أي 15. أي أستروسيا أي أنبلاس من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سمى الله سبحانه وتعالى شريت من علماء بني اسرائيل يندتن كوموديا الله سبحانه وتعالى كتب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى كتب فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب علماء بني إسرائيل يندتن كمدين الخلف يندتن كمدين سبقتوا إخواني كتاب السلف والخلف علماء سلف علماء سلف يعني الصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلف الصالح ينادى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك ينادى Paling terbilang في زمن أمة الإسلام الصحابة. ثم يأتي علماء التابعين الصحابة صحابة. أنا صحابة. إذا عروة بن الزبير رضي الله عنه، الزبير بن عوام أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف من كبار التابعين ربع لعن أبو هريرة لعن عبد الله بن عباس كتاتقا ااا اه أنت رابع تابعين اه قيس ابن أبي حازم المخضرم عمرو بن بيمون يرربع لعن معاذ ابن جبل ستله معاذ ابن جبل رضي الله عنه وفق لابقي بينده ذري بعد لبينده لعن معاذ كو كشام كموديا لباس معاذ ابن جبل رضي الله عنه وفق عمرو بن بيمون pergi pula cari Ubay cari uh, Abu Darda dengan Ubadah bin Samit kemudian dia pergi kepada Abdullah bin Mas'ud jadi ikhwani as-salaf adalah mereka lah yang di kalangan para sahabat mereka lah yang paling rapat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dalam uh, kita panggil dalam sunnatullah fil kaun براتوران براتوران يا الله سبحانه وتعالى للتأدي دي دنيا إني سنت الخلف خلف من خياناتي المسلف كنا إن قاعدة الخلف يعني مريكا يندتان كموديا يندتان هجوم سبب تو إخواني برا سلف ينهدوك دي تيغ أبد هجرة برتام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة كموديا زمن برا تابعي كمودين تابعي تابعي يعني استاذ امام احمد رحمه الله الشافعي سفيان الثوري سفيان بن عيينه الامام مالك اسحاق بن راهويه يزيد بن هارون عبد الرحمن بن مهدي حماد بن سلمه وكيع بن جراح اني اني سمو علماء سلف اي علماء سلف جوكا ترمسو الامام ابن خزيمه محمد ابن اسحاق ابن خزيمه رحمه الله ترمسو ترمسو إمام حرب الكرماني رحمه الله ترمسو أيضا انا مريد إمام احمد سمو ابو بكر الاثرم ابو بكر المروذي ابن هاني أه، أه، يعقوب الكوسج الامام عبد الوهاب الوراق الشيخ عبد الوهاب الوراق انا مريد إمام احمد مهنا الشامي سموني كتبان السلف الصالح الخلف الله سبحانه وتعالى ده فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يا الخلف تعد علمه الدائم. تبي الخلف يجوا العلم سبحان الله فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى العرض كبتين الأدنى الدنيا, الدنيا, الدنيا

وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا Alasan mereka tak apalah. Kali ni je kita lawan lawan perintah Allah. Nanti Allah maafkan. Allah ampunkan. Darurat. Ha, dia guna darurat. وَإِنْ Allah kata. Tapi Allah kata apa? وَإِنْ يَأْتِهِمْ مَعَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ Tapi bila datang satu lagi habuan dunia untuk kali kedua mereka ambil juga. Tak akan lepas. Sebab dia nak dunia. Sebab tu, ni, dunia ni akan membinasakan kita, khususnya uh, golongan yang dipanggil ulama. <coughs> kita tengok sekarang, ustaz nak apa? Ustaz nak dipuji, nak kepentingan, nak masuk TV, nak mesti glamour, nak jadi dai, nak jadi dai, diberi gelaran, diberikan gelaran. Dunia tu di tangan dia bila-bila masa. Subhanallah. Subhanallah, ikhwan. سبحانه الله سبحانه وتعالى كتب وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه داتن الدنيا الله أكبر الله كتب ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق بكن كه الله سبحانه وتعالى أمبي الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق بكن كه الله سبحانه وتعالى أمبي أم باللي كاموا يبقى التوراة، التوراة، حتى كتاب، ترمسوا، ترمسوا كتاب الاسلام. سفيان الثوري رحمه الله قال: "من فسد من علمائنا ففيه شبهة ففيه شبه من اليهود". كات سفيان الثوري رحمه الله: "بالانسيابين الروسة لان علماء الاسلام ما كادي مربعي وهو يهودي". ومن فسد من زهادنا ففيه شبهة من النصارى، ففيه شبه من النصارى. تبي.

والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الآخرة سبحان الله كيتا إخواني كنا شاري هاري آخرة كنا شاري الدار الآخرة بكرة دار الدنيا كيتا كنا تيغو آخرة أبين دي سيسي الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة خير لبه باي ماذا لبه باي إخواني دنيا كآخرة Wallahi kalau kita fikir Dunia ni berapa lama kita hidup? Setahun lagi? Dua tahun? Sepuluh tahun? Kita nampak sendiri bagaimana masa kita cepat berlalu Tapi ikhwan ni adakah kita Hanya hidup, untuk dunia? Jom kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sediakan beberapa hadis daripada Ibnu Majah hmm. dalam kitab Al Zuhd. Tapi hadis ini sangat hebat. حديث محمد ابن بشار طبعا إمام محمد ابن بشار ده محمد ابن جعفر دوني دو براوي حديث ينبلاجه شعبة تبي محمد ابن بشار يعني دي بانجل بندر. محمد ابن بشار دي بانجل بندر قال حدثنا محمد ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة الإمام شعبة ابن الحجاج عن عمر ابن سليمان طبعا عمر ابن سليمان ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب يعني عمر ابن سليمان ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب طبعا أنت رأى ل... كتُلُنا عمر رضي الله عنه هو ثقة عمر ابن سليمان إيه يا إخواني عمر ابن سليمان ابن عاصم ابن عمر شو شو عمر رضي الله عنه قال سمعت عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان نعم طبعا يحدث عن ابيه دريفاد ابان ابن عثمان ابان ابن عثمان قال خرج زيد ابن ثابت رضي الله عنه خرج طبعا حديث بانجان شو ما سي امبي زيد ابن ثابت بقي جوبا مروان كم دي عندي زيد طبعا زيد انت لصحاب النبي دان انا دي بون تابعي وصا خارجه ابن زيد ايه تيغاني انت تابعي سبتوا اخواني سبحان الله paling indah sekali bila kita tengok as-salafus salih di kalangan sahabat dan anak mereka dan anak murid mereka Zaid keluar daripada قال سالني عن اشياء سمعتها من رسول الله مروان كون أقوم اكو تله دنگر دل بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دنگر اخواني من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له والله اخواني تجوني رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا من كانت الدنيا همه برانسيابو ين دنيا له Apa yang dia cari dunia? Nak duit, nak kaya, nak jawatan, nak nama dia dikenali, nak di nak dipuji, nak kumpul follower, nak jadi glamour Allahu Akbar. Man kana ad-dunya Siapa yang menjadikan dunia ni punca kepentingan dia? Man kana ad-dunya hammuhu. Farraq alaihi amrah. Apa yang akan jadi? Allah tahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan jadi dia sibuk dalam dunia. Allah alaihi amra. Urusan dia berpecah, susah. Kejap kat sini, kejap kat sana. Tak pernah duduk diam. Tak pernah tenang di rumah. Tak pernah ada masa untuk ngaji Quran. Buka kitab hadis. Tak ada. Nak kerja sini, sana. Kita tengok ahli dunia. Kadang-kadang ikhwan ahli dunia nak jumpa isteri, anak pun tak sempat. Wallahi ikhwan. Sebab tu orangnya Allah Subhanahu wa taala, wallahi ikhwan ingat. Tapi ini nasihat untuk mereka yang nak dengar. Nasihat paling utama sekali, kalau kita ni diberikan masa untuk kita belajar ilmu. Ambil dah, rebutlah peluang ini. Sebab dunia ni tak akan habis ikhwan. Dunia ni tak akan habis. Man kanat ad-dunya hammuhu farraqa Allahu alayhi amrah. Allah Subhanahu Wa Taala akan pecahkan urusan hidupan dia jadi susah. Hari ini ada problem. Subhanallah. Tak pernah duduk tenang. Ada masalah dengan bos, masalah projek, masalah gini, masalah tu. Macam tak pernah rasa tenang dalam hidup. Man kanat ad-dunya hammuhu farraq Allah 'alayhi amrah. Allahu Akbar. Tak ada masa nak belajar. Hadis ayat Quran tak pernah baca. سبحان الله. أسمانا مأذرة صحابات كتاب تاني. أستاذ كتاب تاني أستاذ. أسمانا أستاذ. أستاذ كتاب؟ أسمانا مكتاب إنشان. الله سبحانه وتعالى بعى كتاب مسني. بعى كتاب 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 الإمام أحمد الرد على الزنادقة كتاب ابن ماجه الزهد. طيب. بيان كان باعي سامحه يملاه سيبو، كجرونه كج بزنس سبحان الله. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. برأسي أشباح، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. نعم بتر إخواني. صحيح؟ بارق الله فيكم أخي. pagi keluar rumah wallahi adik saya ingat ialah semasa saya kerja dulu saya kan kerja keretaan keretaan Kuwait keretaan Oman kadang-kadang saya keluar pagi anak tidur balik anak bersiap nak tidur <tik> Dah sibuk dengan dunia saya berkhidmat dengan kereta apa apa saya dapat apa sih dapat wallahi ikhwani kalau kita tengok apa jua tinggi jawatan engkau demi Allah engkau lawan sistem, engkau akan dibuang. Bukan di Malaysia saja, Di semua negara. Kita sekarang ini di bawah satu sistem. Yang adalah sistem dunia. Itu saja. Saya kerja di kerutaan kuit. Kerutaan umat. RTM. Bernama. Macam-macam saya kerja. Semua sama. Apa dia? Awak kena buat kerja awak, itu je kerja awak. Tak boleh bantah. Tak boleh teguh. Hmm. Saya nak tanya soalan. Siapa berani tafsirkan satu ayat Quran dalam jawab bagi tazkirah kepada pejabat? Ada orang nak lawan? Nak lawan tak? Baca satu hadis kepada sahabat. Baca ikhwan ni. Wallahi ikhwan ni, dakwah ni bukan semestinya kita kena ada gelaran ustaz. Semestinya kita ni orang yang ada jawatan besar. Semestinya kita ni ada tauliah. Tak. Setiap seorang boleh buat dakwah. Takkan tak boleh keluar jumpa jumpa orang. Sampaikan Rasulullah kata, يعني بلغوا وع... رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها كما سمعها. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا كان سوباي وجه صوغا يندنر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سري سري الله اكبر. نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي. Moga Allah subhanahu wa ta'ala berikan wajah yang berseri kepada orang yang dengar hadis aku. Fasami'aha. Thumma hafidhaha. Dia dengar hadis Rasulullah SAW. Kemudian dia faham, dia hafal. Thumma ballaghaha. Disampaikan hadis Rasulullah sepiji. Jangan tukar. Jangan ubah. Thumma ballaghaha kama sami'aha. Farubba hamil fiqh Laysa bifaqih. Mungkin hadis yang kita sampaikan orang dapat manfaat. Sebab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ilmu fiqh. Farubba hamil fiqh. Kita ni bila bawa hadis ibarat orang bawa fiqh. Farubba hamil fiqh. Mungkin kita tak ada kita nam, kita ada satu benda dalam hadis tak perasan. Sebab ikhwan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ada mutiara dan faedah. Kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang, mungkin orang tu dapat faedah. رب حامل فقه ليس بفقي ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ممكن kita bawa hadis ada feqh kita tak dapat orang lain lagi dapat manfaat janji kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi jangan jadikan dunia sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul man kana at-dunya siapa yang dunia saja sampai tahap dia tak boleh dengar jangan-jangan ah, dengar hadis Rasulullah ni nanti wahabi ha Eh jangan cerita pasal Quran ni. Quran hadis nanti awak je. Kamu ni memang takut dunia. Akbar. Memang kau takut dunia. Engkau kejar dunia. Sampai penyangkaan engkau pun takut terjejas bila tengok orang yang ada ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau takut? Takut dunia. Wallahi ikhwani bila bila masa Allah boleh ambil nyawa. Wallahi. Saat ini boleh Allah boleh ambil nyawa kita. Dia takut apa? لا حول ولا قوة إلا بالله من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره الله سبحانه وتعالى أكن بجه كان أرسا دي فرق الله عليه أمره أرسا دنيا ديني تقبل هنا كجاب ميما بركاتة أن سرابه دي أكن جدي سرابه دي كان دنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عيني الله أكبر وجاء والله إخواني إني لا حديث ينسي بقان. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَي Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan Rasa dia, rasa dia miskin Sohmo. Rasa dia tak cukup Duit selalu وَجَعَلَ فَقْرَهُ Allah akan jadikan kemiskinan dia Di celah mata, nampak miskin je Nampak miskin, duit ada Ada, Ikhwan ikhwanik Wallahi kita di Malaysia ni sangat bertuah Kita ada tak keribu USB? Ada, ada perkeso Banyak sebenarnya Kita ni di negara ini, sangat mewah tapi biasa kita selalu kita mengeluh, betul tak? Kita tak pernah tak mengeluh. Tak pernah kita tak mengeluh. Setuju tak? Wallahi kita di antara negara yang paling mudah, paling bertuah di dunia. Bagi saya lah. Makanan ada, minuman ada. Demi Allah kalau kita... Kita ada duit. Alhamdulillah kita ada duit. Boleh hidup. Orang di Malaysia ni mati kerana makanan. Kita isu makanan. Subhanallah. Tapi, rasa tak ada orang selalu takut kemiskinan? Ah Itulah. Bila awak selalu takut kemiskinan, so awak kena ingat. Awak ada masalah. Ada masalah. Tengok hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang balik. Man dunya hammahu. Barang siapa yang dunia adalah tujuan dia hamahu kemuncak pemikiran dia dunia kerja dunia nak cari dunia nak cari kelima. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Ferqa Allah alaihi amrah Allah akan Ferqa Allah alaihi amrah Allah subhanahu wa taala akan menyusahkan hidupan dia wa faqrahu bayna ainihi kemiskinan dia di celah mata nampak miskin je duit ada dalam akaun ada duit dalam KWSB dalam itu dalam ini tapi dia selalu nampak miskin Takut Takut apa? Takut tak ada kerja Tak ada duit Sebab tu sekarang ni Sekarang ni saya minta maaf Dikritik oleh beberapa orang Ah, ni tak bekerja ni Tak bekerja Taip Tak apa Saya jual lah apa yang saya mampu Allah bagi rezeki Saya terima je lah Subhanallah Farrakallahu alaihi amran Waja'alaf Wallahi ikhwani Saya kenal orang Demi Allah Saya kenal orang Duduk di Eropah Hidupan mereka terjamin Tahu tak di Eropah Di negara orang putih Awak dah sampai umur 64 tahun Negara Eropah akan bagi bagi awak pension Walaupun engkau tak bekerja Dia akan bagi duit Dia akan bagi eh, Sweden Sweden, Denmark, British Dia akan bagi peruntukan Untuk awak survive Bayangkan duduk di Eropah pun takut <laughs> Sebab tu saya kata Dunia ni Awak tak akan puas Awak berhijrah daripada negara Arab ke Eropah kononnya melarikan diri daripada kejahatan rejim al asad Dakwah macam mana? Perangai seperti orang perangai seperti orang kafir. Wallahi ikhwan mereka tinggal sekali nak buka tudung je. Tudung pun buka dah. Ah ha, telinga sikit nampak subang. Saya kata apa ni? Ah Muhib engkau ni nak bawa kami ke ajaran sahabat. Astagfirullah. Ajaran sahabat awak tak suka. Demi Allah ikhwan. لا حول ولا قوة إلا بالله. من كانت الدنيا همه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه لأن الله سبحانه وتعالى أكن ملت أكن مات عبدي دنيا نبقى كمسكينة ساجد ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له كات رسول الله صلى الله عليه وسلم yang akan dapat di dunia hanya apa yang ditetapkan oleh Allah. Bekerja keras, pergi sana, pergi sini. Lala, dapat juga yang Allah tetapkan. Tak rezeki awak ni hak tu je. Tak lari mana. Rezeki awak hak tu je. Bekerja siang malam, mau jual, beli, buka kedai, buka cawangan. Ayat satu ayat Quran tak baca. Lepas tu, bila awak sampaikan Quran hadis, dia orang paling awal hentam awak. <laughs> Ahli dunia,

dia beramal di dunia untuk akhirat. Wa man kanat akhiratu hammuhu aw niyyatuhu jama'a Allah lahu amrah. Tapi kalau kita betul-betul mencari akhirat. Jama'a Allah lahu amrah. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua urusan dia. Urusan dia mudah. Tak fikir dah. Tak payah fikir. Semua selesa. Wa ja'ala tapi ingat ikhwan berhati-hati kalau kita ni ada kalau kita macam orang duduk kampung ni bila kita duduk kampung, banyak masa kosong. Biasanya orang ada masa tapi tak gunakan masa ini satu masalah juga sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis rawahu al-Bukhari rahimahullah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matan maghbun fiihima kathirun minan nas dua nikmat ramai manusia tertipu dalam dua nikmat ini apa dia as-sihhatu wal-faragh as-sihhatu wal-faragh sihat Tubuh cergas, tak ada masalah. Duduk kedai kopi, duduk cakap politik. 24 jam. Hmm. Akhirnya, terkadai agama, terkadai akidah. Fikiran dia politik je. Subhanallah. As-sihatu wal-faragh. Masa lapang tak ada. Masa lapang. Masa, minta maaf. Masa lapang ada. Tapi tak berguna. Hmm? Sebab tu Rasulullah SAW kata, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas Dua nikmat. Ramai manusia terpedaya dengan dua nikmat ini. Hmm? Subhanallah. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat. Ramai manusia terpedaya. Apa dia? As-sahatu wal faragh Time ta sihat, tak beramal. Baca kitab tak. Tak buka kitab hadis, Tak baca pasal Imam Ahmad. Tak baca pasal kitab Uthman, Imam Uthman al darimi rahimahullah. Tak belajar Quran. Subhanallah. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صحة تنمى سلابا طيب لدي حديث تدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه الله يا سلام سابقا يا أخرة من جدي تنبوان siapa yang betul-betul nampak akhirat waman waman kanat اخواني bukan bermaksud kita tolak dunia kita tak ada duit tak tak mesti ada duit jangan salah faham mesti ada kerja jangan salah faham kita siapa yang uh, <coughs> siapa yang ikut kuliah saya barakallahu fikum kuliah saya dalam kitab uh, uh, kitab al-imam harb al-kirmani imam harb al-kirmani eh? rahimahullah uh, imam ahmad Uh, imam, uh, Ahmad, tani, imam Ahmad الله datang orang tanya Imam Ahmad, "Qal uridu an ata'allam walakin laysa li walay, walakin laysa, li laysa li amal. Aku nak, be nak belajar dengan Imam Ahmad tapi aku tak ada kerja." Qal idhab fa'mal. Imam Ahmad rahimahullah, "Suruh dia pergi bekerja dulu." Mustiq, اخواني, kerja mesti ada. Ha, mesti kena ada kerja. Sebab apa? Kita tak nak menjadikan agama sumber pendapatan. Sebab sekarang ni orang paling kenapa kita hidup dalam zaman kejahilan sebab orang yang tak ada ilmu paling mudah nak cari duit jadi ustaz paling mudah. Oh, orang kita tahu sekarang jadi lebih baik ikhwan ni kita mesti ada kerja menyaga sikit menyaga minyak wangi apa semua lepas tu kita ber, gunakan duit ni untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala طيب ومن كانت ومن كانت الاخره نيته جمع الله له امره dan siapa yang

طيب، إيه نصيحة نصيحة، أكبر سابقة، أغنية من شارع إخواني. هذا حديث عبد الله بن مسعود؟ أين حديثي؟ حديث عبد الله بن مسعود قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة؟ كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة؟ فإذا غيرت قيل، أغيرت السنة؟ قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقلت أمناؤكم، إذا كثر قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. <applause> رواه الدارمي بسند صحيح والإمام ابن أبي عاصم في السنة ورواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة. قال كت عبد الله مسعود: كيف بكم إذا لبستكم فتنة؟ Bagaimana keadaan kamu bila fitnah mem, mem, memakai kamu? Macam pakaian. Apa dia fitnah? Al-bidah. Bidah, bida ikhwani. Bidah dalam ibadah. Orang tokok tambah dalam salat. Orang tokok tambah dalam perayaan. Orang tokok tambah. Macam-macam buat. Bila bidah ini, ikhwani, jadi macam pakaian kita. Kaifa bikum iza labisatkum fitnah? Fitna? Yahramu fiha al-kabir. Orang yahramu fiha al-kabir? Ia yani orang yang Uh, uh, orang daripada muda sampai tua hidup dengan bid'ah. Ah. Tak ada nak ubah. Tak ada nak ubah. Macam bid'ah maulid. Bid'ah tu maulid. Ini bukan amalan sahabat Nabi. Bukan amalan para tabi. Tak ada seorang di kalangan ulama sunnah. Imam Malik, Al-Shafi'i, Ahmad, Sufyan al-Thawri, Ibn Uyainah Al-Layth Ibn Sa'ad, Ishaq Ibn Rahoya. Tak ada seorang di kalangan, di kalangan fuqaha. Tak pernah ada seorang في زمن براتابعي تابعي تابعي سامباي ابد كمباي هجره تاع دسوغان بومبو بدعه مولد سهين جدا كرجاء العبيديه الفاطميه شيعه بارولهم مريك بومبدعه المولد يبو ليما بدعه ليما مولد مولد الحسين مولد الحسن مولد فاطمه مولد محمد مولد علي بدعه ما سيلكي لعمل كان سبب ولا نقول عملنا شيعه تعالينا اوبا كنبو سبب Kata Abdullah Mas'ud, bagaimana di zaman kamu di akhir zaman Bida'ah ini pakai kamu pakaian Tak boleh nak buang Yahramu fihal kabir Orang akan membesar sampai tua dengan bida'ah Wayarbu fihal sahih budak kecil Dia akan membesarkan dengan bida'ah Wayattakhidhu hannasu sunnah Ma'lusi akan jadikan amanah bida'ah sebagai sunnah Fa'idha ghuyrat Bila datang orang nak ubah, tak boleh nak ubah Sebab orang yang datang bawa sunnah yang tulin Ataupun bawa ajaran sahabat dan para tabi'i سيقومون بالفراغ فإذا غيرت قيل أغيرت السنة عملا سنة عمل بدعه بلا من جدي سنة أتبنى جدي كان عملا أجامو بلا أول نقتقل كتا إني بكا عملا نبي قيل أغيرت السنة سنة اللَّهِ دي وَأَكَانَ و أكم برتكاي اي نقتكر أجامو كتا ني ني أجامو أتقمويا قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن

tunjuk kat orang kita pandai. Allah ni musuh Islam tak ada masalah. <coughs> Saya dengar satu perbahasan di dalam Parlimen British. Dalam Parlimen British ni, mereka kata, musuh kami adalah Al-Quran. Tapi kami tak boleh nak buang daripada orang Islam sebab mereka hafal. Jadi kami kena bakar ataupun koyak. Ada orang seorang lagi kata dalam Parlimen, dia kata kalau awak setakat koyak Al-Quran Al-Quran ni tak akan hilang. Orang Islam hafal dalam dada. Mereka boleh cetak balik. Jadi ada seorang tu lagi licik. Seorang di ahli Parlimen British dia kata. Dia kata kalau setakat kita bakar Al-Quran ataupun kita koyakkan, tak hilang. Tapi kita biarkan Muslim baca quran Tapi jangan mereka faham. Hmm. Kalau setakat orang Islam baca Al-Quran tapi tak faham, mereka tak akan beramal. Uh. Biarlah mereka buat bagi mereka buat apa? Musabakah. Pertandingan. Hah. Tengok bila orang buat pertandingan. Orang yang sedang buat pertandingan. Adakah pertandingan faham Al-Quran ataupun pertandingan siapa yang bacaan dia paling sedap. Sila jawab, ikhwan. Maafkan saya. Tuan kebanyakan orang akan masuk sebab nak nak masuk, nak dapat hadiah, nak dapat bacaan sedap. Tak bukan maksudnya oh, Ustaz Muhib ni tak bagi orang baca sedap. Baik sangat ikhwan ni baca dengan suara sedap. Wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zayyinul Quran bi aswatikum. Ya. Ada hadis sahih. زينوا القرآن بأصواتكم هياسي القرآن نسوار كامو رواه إمام أحمد تابي إخواني باتش سدى أحسنت أيوم ترباي باتش القرآن سُوَارَ سدى دان تدبر فهم سبت ما فهم فهم الصحابة آه. نعم سبعته آه كتب عبد الله بن مسعود قال إذا كثر قراءكم وقلت فُقَهَاؤُكُمْ بلا بدعه أكنجي اكن تألِي اغاما بلا رامي قاري تبي فقيه الفقيه يعني اوغن فهم اوغن يم مهامي القران تادي سكي سنة. طيب كنابا استا كات فقه فهم الله كاتب القران الله كاتب ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها يعني سيتا براسان تا سورا الاعراف ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها الله سبحانه وتعالى تلاه شبت رمي بم هوني ابي نراك الله لا شبت له الله لا تتأكل اني له اهلي ابي رك الله اكبر سبحان الله كي تتاكل من الايه كي تتاكل يا الله لا تجعلنا من اهل النار يا الله اجعلنا من اهل الجنه ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس كثير رمي jin dan manusia, Allah cipta mereka untuk menjadi bahan api neraka. Kenapa? Allah kata, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Lahum qulub la yafqahun. Had ada hati tapi tak faham. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wallahi ikhwan ahli dunia subhanallah. Mana orang kata, "Ustaz ahli dunia ni masuk kanan keluar kiri." Lahum qulubul la yafquhun binya. Lahum qulub la yafquhul. Ada hati tapi tak faham. Walahum ayyunul la yubucirun binya. Ada mata tapi tak paham. Ada mata tapi tak boleh melihat kebenaran. Walahum azzanul la yasmugun binya. Lahum azzan. Nama. Barakah Allah fitakizanul din. Ini ayat mengenai hidaayah. Sebab tu ikhwan wallahi kita buat apa jua tapi hidayah milik Allah. Kalau orang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dia ahli api neraka, dia tak akan tak akan dapat hidayah daripada Quran dan hadis. Tak akan. Bukan kita kata, Allah dah kata. Tapi kita tak tahu. Mungkin kita sendiri. Subhanallah ayat ni tengok ikhwan ni. Walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal insa Allah telah cipta ramai di kalangan jin dan manusia di jahannam untuk api neraka. Apa apa ciri-ciri mereka? Tengok. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulub la yafqahun. La yafqahun la yafhamun. Ada hati tapi hati ni tak boleh tertutup. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka ada mata tapi tak melihat. Ada mata tapi tak melihat kebenaran. Walahum adhanu la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tak dengar. Apa Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternakan. Balhum adall. Bahkan mereka lagi sesat daripada binatang. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala kata mereka lebih sesat daripada binatang Allahu akbar ulaika humul ghafilun mereka inilah yang lalai di dunia lalai kerana dunia wallahi ikhwani kita berperang bergaduh semua kerana dunia jangan jadi ahli dunia ikhwani طيب sebelum saya habis saya baca lagi satu lagi hadis hadis hasan an عبد Ibn Mas'ud. Radiyallahu anhu الله عنه قال طبعا دلم سنن ابن ماجه Kata Rasulullah Sallallahu ja Alaihi Wasallam, "Menjaga al-humum hamm al-wahid, <coughs> menjaga al-humum hamm al-wahid, al-ma'ad, kafah Allah hamm dunia. Menjaga al-humum hamm al-wahid, yang boleh kumpulkan semua risau dia, semua kebimbangan dia, semua kerisauan dia, semua ni dibuat satu kerisauan. Apa dia? Hamm al-ma'ad, risau bagaimana nak lepaskan diri daripada masyarakat. Menjaga al-humum hamm al kafah Allah dunia. Allah Subhanahu wa taala cukupkan dia masalah dunia. Awak fikir bagaimana aku nak selamatkan diri di pada mahsyar? Itu sahaja. Dunia Allah selesaikan. Allah. Bayangkan, wallah ikhwan, saya fikir. Bila saya duduk di dunia kita ini, banyak keindahan. Banyak kita seronok, kita makan, kita beli, kita pergi minum, kita boleh shopping, bawa isteri, anak, gini-gini. Tapi saya kata, subhanallah, betapa kita ni sayang dunia. Allah ya khuan ni, saya sendiri pun kata. Dunia ni susah nak cabut dar daripada hati. Hmm. Tapi, tak apalah. Menja'alal humu mahamman wahidan. Barang siapa yang menjadikan semua ke punca kebimbangan dia satu. Apa dia? Hamul mi'ad. Hmm? Hamul ma'ad. Ya'ni yawmul al Ma'ad, ya'ni hari kiamat. Kafahu Allah hamma dunia. Allah akan cukupkan dia. tak payah risau dunia. Ini Rasulullah kata. Wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwal ad-dunya. Tapi yang dia memang nak juga risaukan dunia. Risaukan gini, gini, gini jawatan, kedudukan. Oh, macam mana kedudukan aku dalam syarikat? Macam mana aku dalam jabatan agama? Oh macam mana ni? Wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwal ad-dunya. لم يبال الله في أي أوديته هلك الله تبي سبحان الله إخواني ومن تشعبت به الهموم سبّي تمام <applause> يعني فكر بسال ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا يا فكي بصل الدنيا سبّي سلا وبينبان تنو رساو إخواني شو بنتنو أخوان كافر أبوي رساو Adakah orang kafir hidup? Minta maaf soalan saya. Orang kafir adakah dihidup dalam kesenangan? Kadang-kadang saya lalu dalam dekat satu wisma dekat pavilion saya lalu. Mungkin orang nampak saya sepanjang. Bila saya lalu dekat pavilion tengok menara cuan. Apa? Allah ikhwani menara yang sangat cantik. Dalam hati saya kata, adakah tuan menara ini sempat sempat uh, meng, 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 menghayati kekayaan dia? Kadang-kadang kita ingat orang kaya ni seronok. Tak. Wallahi khuan ni tak seronok. Rumah besar, saya kenal orang kaya, rumah besar, empat kereta biji, apa empat biji kereta BMW. Tapi anak dia tak nak balik rumah. Ada. Macam-macam masalah. Subhanallah. Kita ingat orang kaya ni hidup selesa. Tak, ikhwan. جدي ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها لا تبي طيب بلا بتبتول نأجوا في بس الدنيا الله سبحانه وتعالى تأكم بدولي كان ديما دي ما ندي ما تي تأبدولي الله تأبدولي كان سبحان الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم إخواني طيب آه سورة التوبة آية سرعة دوبليما طيب سبتش كان باي Ya salam. Okey, comel. Ya salam. Ini pasal Quran, tak apa. Ni mengenai al-iman akan meningkat. Baik. Tuan-tuan, akhi tak boleh baca ayat uh, sahaja. Kena baca semua. Eh? Kena baca ayat 124, 125, 126 di mana Allah Subhanahu wa taala cerita pasal orang-orang munafik. Tengok, saya bacakan. الله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول <شترك في القناة> وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اي انيس بن انيس علماء حديث امام احمد، امام سفيان الثوري، كتابات شيخ يعني. امام الفضيل بن عياض الامام النضر بن شميل، الامام ابو بكر المقدمي، ممكن يكون انتقلنا من علماء حديث، الفضيل بن عيال النضر بن شميل، النضر بن شميل هبه اخواني، شعبه بن الحجاج، امام مالك، أي اياني أنت افوا سبته، ياملاجا كتاب السنه لننسايد تهو، ياملاجا كتاب السنه امام عبد الله بن إمام احمد، اياني يعني بس الافوا اخواني، سيؤولن بلي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أي يترون بس إخواني أي يترون من النائي منافق سبت أسوك القرآن منافق ده منافق كرانا مريكا بنشي القرآن مريكا تأراس تأراس القرآن أكن منينك أكن إيمان طبعا أي إني إخواني بيحسن يا إمام سفيان الثوري مالك الفضيل الفضيل ابن عياض النضر ابن شميل الإمام أحمد إسحاق ابن راهوية مريكا كتأي إني الإيمان يزيد وينقص Al-iman Yazidu wa yanqus Iman akan meningkat Dan akan berkurang Al-iman Sebab tu ikhwan yang aqidah ahli sunnah Al-imanu qawlun Wa amal Tuan al-murji'ah Mereka kata al-iman cukup dalam hati Tak payah ngaji Quran, tak payah salat Ini al-murji'ah yang kuat di zaman kita Boleh masuk syurga Janji kenal Allah dah masuk syurga Ini ikhwan yang al-murji'ah لأن الامام ابراهيم النخعي رحمه آه... الامام سعيد بن جبير انا مريد عبد الله بن عباس قال المرجئه يهود القبلة المرجئه يهود القبلة لان علماء التابعين رحمه الله مثل ابراهيم النخعي والامام الحسن البصري ومحمد بن سيرين إيه؟ ابراهيم النخعي محمد بن سيرين والحسن البصري mereka sangat sangat risau dengan الارجاء الارجاء إيه؟ المرجئه يعمل كاتا إيمان هني بركاته تبايه بعمل تصلقون تعبوا ما سو شو جوا إني إخواني كتبان الالمرجئة سبقتو آيات دلهم سورة توبهني الله سبحانه وتعالى كات وووهو منافق بلا ترون آيات القرآن دي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منافق تانية أيكم زادته هذه إيمانا سيبدي كلامكم أي إني مننك أكن إيمانيا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وغامبر إيمان Bila baca Al-Quran, iman mereka meningkat. Yang ini sahabah Sebab tu, ikhwan ini, kenapa perlu baca Al-Quran? Sebab dia akan meningkatkan iman kita. Akan meningkatkan keyakinan kita pada Allah. Akan meningkatkan ketakuan kita. Kenapa ahli bid'ah? Al-Jahmiyah. Ahli bid'ah. Puak-puak ni tak suka baca Al-Quran. Kenapa, ikhwan ini? Kenapa dikata, oh baca Al-Quran secara literal boleh wahabi. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat paling indah daripada hati mereka iaitu nikmat memahami Al-Quran. Sama macam Syiah. Syiah kata tak boleh faham Al-Quran sehingga keluar Al-Mahdi mereka. Mereka menantikan Mahdi Syiah. Wa iyyazu billah. Jadi orang yang mati mereka tak mereka kata tak boleh faham Al-Quran sehingga keluar Mahdi yang masih dalam terowong rumah ayah dia di Samirra. سباتوا إخواني شيعاني كفر بلا الله سبحانه وتعالى. تبكي تسباتوا اني القرآن، برؤسه باشا القرآن، فهم آية دي ولا أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث عائشة رضي الله عنها، الماهر في القرآن مع الكرام البررة. أوكا يمباندا باشا القرآن، لأن تدبر آية الله سبحانه وتعالى أكن أنك مرتبة ديالك، لين البرا ملائكة. مع الكرام البررة. برسامه para malaikat yang tulis wahyu والذي يقرا القران وهو عليه شاء ويتاتعثع فيه فله اجران orang yang baca Quran dalam keadaan susah disangkut-sangkut tapi dapat dua pahala jadi insya Allah mudah-mudahan ikhwani kita jangan tinggalkan quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis terakhir insyaallah saya baca hadis sahih رواه ابن ماجه من حديث uh نعم نصر بن علي جهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غناً وأسد فقرك الله أكبر الله سبحانه وتعالى كاتك بني آدم وهي أنا آدم تفرغ لعبادتي قوسون كان ماسا وانتو سمبها اكو، قوسون كان ماسا وانتو باش القران، وانتو جاك الصلاه. تفرغ لعبادتي املا صدرك غنى، اكو بونه كان هاتي انكاو. املا صدرك غنى واسد فقرك، اكو بونه كان هاتي انكاو، لأن اكو تتو سيقالك مسكنا انكاو، الله اكبر. وان لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم اسد فقرك. وإن لم تفعل أمرا الله سبحانه وتعالى كلام كيتا تدا من شركة مسا أنت سنبه الله أنت باجع القرآن أنت تدبر القرآن أنت بلاجع حديث أنت باجع كتاب السلف وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا أكو أكان بنه كان هاتي إنك ورنان كان ولم أسد فقرك لن أكو تدا أكان تتو بنتو كمسكنا إنك مدى مدى إخوان إن شاء الله كيتا ترس من شارع القرآن ومهامي القرآن dan jangan jangan lupa faham al-Quran dengan sunnah. Faham al-Quran dengan sunnah kerana Sa'id bin Jubair rahimahullah, al-Imam Sa'id bin Jubair anak murid Abdullah bin Abbas bila duduk dalam satu majlis dia sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan hadis datang seorang kata, "Ya Ibn Jubair, inna najidu fi al-Quran ayatan tukhalifu al-hadith." Oi, ada orang kata, "Eh wahai Ibn Jubair, kami jumpa dalam Quran satu ayat يَنْ مُلَوَنْ أَتَبُوا مُنْيَ لَهِ حَدِيثٍ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ قال ويحك سعيد بن جبير رحمه الله قال ويحك ويحك لقد, لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منك بالقرآن قال سعيد بن جبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لبهته داربان أنك القرآن يعني إخواني كنا نفهم القرآن من السنة فهم القران من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرنا الامام يحيى ابن ابي كثير، ساموا إمام الامام اوزاعي، قال يحيى بن ابي كثير رحمه الله: السنه قاضيه على القران، السنه منبركان كتابوتس من القران، وليس القران بقاض على السنه، القران بكن له ينبغي كتابوتس من غنائي السنه، اخواني فهم القران من سنه رسول الله وبفهم علماء الصحابه والسلف الصالح امين يا رب العالمين بارك الله فيكم لذلك اخواني جانا لوب بدعاء انتم أم اسلام دي فلسطين مريكا سودارا كيتا مريكا سدا يأجي نسال الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يوفقهم ويعينهم وينصرهم على عدوهم وقال الله سبحانه وتعالى باقي مريكا كمنا باقي مريكا كقوة اخواني امه اسلام دي فلسطين مريكا دي اوجي لان اوجي اني سمنانيا اكن من وكان mereka ini akan menguatkan شاء semangat mereka. Tengok ikhwani, Makin mereka diuji, makin iman meningkat. Sebab tu ikhwani, kadang-kadang ujian ini untuk orang yang beriman, insya Allah ujian ini akan mengangkat martabat mereka. Mereka masih berjuang, walaupun mereka dibom, walaupun mereka dibunuh, walaupun anak mereka dibunuh, ikhwani. Allah ikhwani, bagi saya, ujian umat Islam di Palestin Palestine, um, ujian yang sangat berat dan besar, tapi masya Allah mereka makin tabah. Walaupun satu dunia tak membantu, walaupun satu dunia tak memihak kepada mereka, tapi Allah ada سبعة <سؤال> إخواني لم أجيال الله سبحانه وتعالى قلن زيان الله تأكن تنالكا والله إخواني ولا سات دنيا ملاوا أمريكا لأن هذا حديث حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ما أدلك لك كمبلة كتشي لكلام الأمة الإسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين مريكا منقا كان كبنارا مريكا, من مو... من مريكا لا يضرهم من خذلهم مريكا تا كان بدولي ولا بنسات دنيا تدع مميها أكبر أدا حديث قال هم في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس حديث معاوية ومعاذ مريكا دي بيت المقدس دك بيت المقدس يعني دي فلسطين وأكنا في بيت المقدس دا مريكا برأدا دي كاوسان دكا فلسطين إن شاء الله دك قديم بيت المقدس مدام مدهن الله سبحانه وتعالى باقي ملك كتبه دنك صبرا سبحانك الله الله منصرهم الله مأعنهم على عدوهم اللهم أخزي اليهود الله عليك باليهود ومن والاهم من النصارى والمجوس الله عليك بأعداء الإسلام الله مأعلى راية التوحيد الله مأعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الله منصر أهل الإسلام في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان اللهم كن لهم عائنا ومعينا وناصرا وحاميا ورازقا وامينا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته